تجده اليوم في تقسيم مخترع يأتي به بعض الضلال ليشغب على أهل السنة من أتباع السلف الصالحين. يقول مثلا إن السلفيين في مصر انقسموا أقساما: سلفية علمية، وسلفية حركية، وسلفية جهادية، وسلفية مدخلية، إلى غير ذلك من تخرصاتهم. والحق أن السلفية الحقة كالماء الطهور، لا توصف بوصف ولا تقيد بقيد إلا السلفية، فإذا أضيف إليها شيء لم تكن هي المرادة باتباع السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وعلى هذا فإنه لا يمكن أن يقال إن السلفية قد انقسمت أقساما، لأن السلفية هي السلفية وما عداها فأهل بدعة. فإذا قيل السلفية الحركية وقيدت هكذا فهؤلاء مبتدعة، وإذا قيل سلفية علمية فهؤلاء مبتدعة، وإذا قيل سلفية جهادية فهؤلاء أهل بدعة. وأما أهل الزيغ والضلال فإنهم ينبذون السلفيين بأنهم مداخلة أو جامية أو ما أشبه، لكي يجعلوا الجميع في سلة واحدة، وليس ذلك كذلك. ونقول لهم: فعرفونا ما هي المدخلية وقولوا لنا ما هي، وهل هي فرقة قائمة برأسها تخالف الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ هؤلاء إنما أرادوا أن يصرفوا الناس عن الحق، وأرادوا أن يلوثوا أهل الصفاء العقدي والاتباع الصحيح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا التنابز بالألقاب. فإنهم إذا ما ذكروا أولئك الرؤوس من أهل الزيغ والضلال ممن يتمسحون بالسلفية وليس لهم فيها من نصيب ولا يضربون فيها بسهم، وإنما خرجوا من السلفية الحقة خروج السهم من الرامية وصاروا إلى الابتداع والضلال، يريدون أن يسووا بين الدعاة إلى الله تبارك وتعالى بزعمهم، وليس ذلك كذلك. فإن الداعي إلى الله جل وعلا إما أن يكون داعيا إلى الله بحق، وإما أن يكون داعيا إلى بدعته أو إلى هواه. فهذا الذي يقال مثل ما نحن فيه، يقولون أهل السنة والجماعة ثلاثة: سلفيون وأشعريون وماتوريديون، وهذا